بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أمل عبد الله من الرياض، جامعة الإمام قسم الدعوة. أختنا لها عدة قضايا، من بينها قضية تقول فيها: ذهبنا إلى الطائف وكنا قد نوينا العمرة من الرياض، وعندما وصلنا إلى الطائف بتنا، ثم غادرنا إلى الباحة للسياحة، ثم عدنا مرة أخرى إلى الطائف وأحرمنا من الميقات، ثم ذهبنا إلى مكة وقضينا عمرتنا، هل عملنا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، ما ذكرته السائلة من أنهم ذهبوا من الرياض بنية العمرة، ولما وصلوا إلى الطائف ذهبوا إلى الباحة للنزهة، ثم رجعوا إلى الطائف وأحرموا من الميقات وذهبوا إلى مكة، هذا عمل صحيح لا بأس به، ولا مانع من أن يسافروا إلى الباحة أو غيرها قبل الإحرام. وإنما الممنوع تجاوز الميقات بدون إحرام لمن يقصد مكة للحج أو العمرة، هذا هو المحظور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: امرأة نذرت نذرة في أنه إذا تم زواج ابنتها من غير أن تمرض أن تعمل وليمة، وتزوجت ابنتها من غير أن تمرض ولكنها تشك، هل قضت ذلكم النذر أو لا؟ بما توصونها الآن جزاكم الله خيرا. لا شك أن الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا كانت نذرت أن تعمل وليمة إذا تزوجت ابنتها وهي سليمة من المرض قد حصل المقصود، فإنها تفي بنذرها، لا سيما إذا كانت هذه الوليمة يقصد بها إطعام الفقراء والمحتاجين، فإنها تكون واجبة لأنها نذر طاعة، نذر صدقة. فيبقى هذا النذر في ذمتها حتى تتيقن أنها نفذته، ما دامت لم تتيقن أنها نفذته فإنه يجب عليها أن تنفذه لتخرج من العهدة بيقين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نلاحظ في هذه الآونة انتشار ظاهرة بين النساء، وهي أن معظم النساء تقوم بقص شعرها من الأمام، وهذا يسمى بالغرة أو القصة، علما أنها تكون فوق شحمة الأذن، فما هو توجيهكم لهذه الظاهرة جزاكم الله خيرا؟ هذه ظاهرة غير سليمة، ظاهرة قص الشعر من الأمام أو من أي جهة، هذه الغالب أنها جاءت من الخارج، من خارج البلاد، وفيها تشبه بالكافرات، لأن غالب من يفعلن ذلك إما أنهن يطالعن في بعض المجلات وينظرن صور النساء الكفار، أو ينظرن في التلفاز وما يظهر فيه أحيانا من الأفلام أو التمثيليات التي فيها تظهر فيها نساء غير المسلمين بهذا المظهر، فبعض النساء المسلمين يقلدن ما يرين من ذلك. والحاصل أن قص الشعر للمرأة إذا كان القصد منه التجميل فإنه غير مرغوب فيه، لأن الجمال في بقاء شعرها وتوفيره وإصلاحه. وأما إذا كان القص لغرض غير الزينة، كأن تكون مريضة أو يكون الشعر كثيفا وهي لا تقدر على إصلاحه أو لا تقدر على مؤونته، فلا بأس بذلك أن يخفف من الشعر من أجل أن تخف المؤونة، تخف تكاليف الشعر عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أرادت المرأة أن تحضر حفلات الزواج والأعراس فبماذا توصونها جزاكم الله خيرا؟ أوصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت حفلات الزواج والأعراس حفلات نزيهة ليس فيها منكر وليس فيها تبرج وليس فيها أغاني محرمة أو موسيقى
الموسيقى ولا تشغل عن أداء الصلاة في وقتها فلا بأس بحضورها. أما إذا كانت بخلاف ذلك فيها منكرات تجاوزات ممنوعة فإنها لا يجوز لها الحضور إلا إذا كانت تنكر هذه المنكرات وتقدر على إزالتها والمنع منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول بخيت محمد علي الحاج، تقول والدتي توفي عنها والدي قبل 17 عاما ولكنها لم تعتد جهلا منها وعمرها اليوم يجاوز 70، فهل توصونها بشيء جزاكم الله خيرا؟ العدة حصلت بمضي المدة عليها، إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام فقد حصلت العدة. إذا مضى عليها 4 أشهر و10 أيام من الوفاة وهي لم تتزوج فإنها تكون قد أكملت العدة ولو لم تنويها، إنما الممنوع أن تتزوج في أثناء هذه الفترة أو تخطب خطبة صريحة في أثناء هذه المدة. وكذلك كان من الواجب عليها أن تتجنب الزينة، تتجنب الطيب، وتتجنب الخروج من المنزل إلا لضرورة، لكن الإحداد يسقط بمضي مدته، إذا مضت مدته فإنه يسقط والعدة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الطائف يقول إنه في ذات يوم من الأيام وكان في شدة من الغضب ولم يشعر بما يقول، قد تلفظ بألفاظ تخرجه عن الإسلام والعياذ بالله، ويقول إنه لا يعلم ما يقول، وبعد ذلك ندم ندما كثيرا واستغفر الله وصلى ركعتين لله تعالى، ويرجو أن توجهه الآن ماذا عليه؟ هل يزكي؟ هل يصوم؟ أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عن الغضب وأسبابه. أما إذا غضب غضبا شديدا ولم يشعر بما يقول فإنه لا يؤاخذ، لا مؤاخذة عليه فيما صدر منه في حال الغضب وهو زائل الشعور. وما ذكره السائل من أنه صدرت منه ألفاظ قبيحة وأنه ندم عليها وتاب منها، الحمد لله هذا يكفي إن شاء الله، ولكن عليه بالتحفظ في المستقبل من الوقوع في مثل هذا. وليس عليه كفارة إلا التوبة، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لمثل هذا الشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين حاها بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء حيث أنه يقوم بإفراغ الماء على بدنه فقط؟ نعم، إذا كان عليه حدث أكبر كالجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة ثم نوى دخول الوضوء مع الحدث الأكبر وأفرغ الماء على جسمه عن الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى إذا نواها، فعمله هذا صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق شيخ صالح بين الاغتسال لرفع الحدث أو الاغتسال للتبرد أو للنظافة؟ نعم، الاغتسال للتبرد أو للنظافة هذا ليس عبادة. طيب. هذا ليس عبادة. وأما الاغتسال للجنابة أو للحيض أو النفاس فهذا واجب لأنه إزالة حدث، وكذلك الاغتسال المستحب الاغتسال للجمعة والاغتسال لدخول الحرم، الأغسال المستحبة هذه عبادة لأنها يقصد بها الأجر والثواب، ولأنها أغسال ثبتت بالأدلة الشرعية فهي عبادة تحتاج إلى نية. فإذا نوى دخول الوضوء مع الغسل المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا فإنه يدخل. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا نوى دخول الوضوء في الغسل المباح كالغسل للنظافة أو للتبرد فهذا لا يجزيه، لأن هذا الغسل غير عبادة غير مشروع وإنما هو مباح إباحة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجزئ مسح جزء من الرأس فقط أثناء الوضوء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، والمسح بالرؤوس يقتضي تعميم الرأس كله، هذا من ناحية ما ذكره الله في الآية. ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما توضأ وضع صلى الله عليه وسلم يديه على ناصيته
بيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بالمسح. الواجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح بعضه على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أنا مواطن مصري مقيم في المملكة، اسمي عطية حبيب السيد، أسأل: إذ كنت في مصر حصل بيني وبين والدي خلافا على قطعة أرض، وهذه الأرض ملك لي، وأثناء السفر يقوم والدي بزراعتها ولم يعطي أولادي أي شيء من أنواع الحبوب منها، فهل فحصل بيني وبينه خلاف أدى إلى أن أحلف يمين الطلاق بألا يدخل بيتي هذه الحبوب، وكانت الأرض مزروعة أرز وأنا وأولادي في حاجة إليه، وسافرت وعلمت زوجتي بالذي حصل، ولما أتى ميعاد الحصاد صمم والدي أن يعطي الزوجة من الأرز لكنها رفضت، فباع والدي حقي من الأرز وأعطاها الفلوس، هل هذا يكون حينئذ حنثا بيميني بالطلاق؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حلفت بالطلاق أو باليمين بالله ألا تأخذ هذا الأرز وقصدك الامتناع من أخذه والانتفاع به، فإن هذا يشمل القيمة. فإذا باعه وأعطاك القيمة أو أعطى زوجتك القيمة وأنت أقررته على ذلك، فإن هذا يوجب الحنث باليمين التي حلفتها، لأن اليمين تكون على نفس الشيء وعلى قيمته، لأن القيمة بديلة عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بولندا رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: أنا أحد المواطنين العرب المقيمين في جمهورية بولندا، وسمى نفسه المهندس محمد، يقول: إني أصلي ولله الحمد، لكنني لا أعرف بالضبط اتجاه القبلة المشرفة، فهل تجوز لي الصلاة في الاتجاه الذي أعتقده القبلة أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك معرفة جهة القبلة، لأن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحته. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، عن المسجد الحرام. يجب عليك أن تعمل بالأدلة التي تدل على اتجاه القبلة، إما بالمحاريب، محاريب المساجد، وإما بسؤال أهل الخبرة الذين يعرفون جهة القبلة أن تسألهم، وإما بالنظر في الشمس والقمر، معرفة المشرق والمغرب والجنوب والشمال، وتتجه إلى الجهة التي فيها القبلة. فالواجب عليك أن تعمل بالأدلة التي تفيد اتجاه القبلة بيقين أو غلبة ظن، وذلك بالرجوع إلى هذه الأحوال التي ذكرناها. أما أن تجتهد من نفسك بدون أن تنظر في الأدلة فهذا لا يجوز لك. لا يجوز لك أن تتساهل وأن تصلي من غير نظر في الأدلة التي تعرف بها القبلة أو بسؤال أهل الخبرة، هذا إذا كنت في بلد. أما إذا كنت في بر وليس عندك أحد فأنت تجتهد ما وسعك الاجتهاد أن تنظر في القرائن والأدلة الحاضرة لديك وتجتهد وتصلي، وصلاتك صحيحة إذا غلب على ظنك اتجاه معين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل له أن يعتمد شيخ صالح على ما يسمى بالبوصلة؟ نعم، البوصلة تعتمد لأنها قرينة. طيب. قرينة على اتجاه القبلة. نعم. فهي من الأدلة إذا كانت منضبطة. طيب. هي من الأدلة إذا عرف استعمالها. إذا عرف استعمال البوصلة. نعم. فإنها تعتبر من الأدلة، لكن أيضا ما دام أنه في بلد فلا يقتصر على البوصلة، يسأل، لأن البوصلة قد تختلف وقد يختل نظامها أو لا يحسن هو استعمالها، فيسأل أهل البلد. أما إذا كان في بر فالبوصلة من الأدلة التي تصلح الاعتماد عليها إذا كان يعرف نظامها وهي آلة منضبطة ليس فيها خلل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة تاء عين ألف من الرياض، أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: لقد تم لنا السفر من مدينة الرياض إلى الطائف، ومن ثم استأجرنا استراحة لمدة يوم واحد، فهل الصلاة في هذه الحالة تكون قصرا أو نصلي الصلاة كاملة؟ ما دمتم لم تنووا إقامة تزيد على 4 أيام فلكم القصر، لكم قصر الرباعية، لأن الإقامة القصيرة لا تمنع من قصر الصلاة والفطر في رمضان، لأنها لا تنقص
أرفض السفر الذي أنتم فيه، إقامة يوم يومين ثلاثة إلى أربعة أيام، كل هذه لا تنقض أو لا تنقص أحكام السفر، فلكم القصر فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن طالبات في المرحلة الثانوية ونريد حفظ كتاب الله الكريم، ولكن لكثرة مشاغلنا لا نستطيع الحفظ، وإننا لا نهدر القرآن، ونحن نقرأه دائما ونختمه في الشهر مرتين أو مرة، وهذا ليس منة على الله سبحانه وتعالى، ولكن نريد أن نعرف كيف يكون موقفنا عند خالقنا يوم القيامة، هل نقرأ ما نتلوه في الدنيا أم الذي نحفظ فقط؟ جزاكم الله خيرا. المهم من الإنسان يحرص على تلاوة القرآن والإكثار من ذلك مع التدبر ومحاولة فهم القرآن الكريم بالوسائل التي تعين على الفهم من مطالعة التفسير وسؤال أهل العلم. الإكثار من التلاوة فيه أجر عظيم وفائدة كبيرة للمسلم، سواء كان يقرأه حفظا عن ظهر قلب أو كان يقرأه من المصحف، لكن إن تيسر أن يحفظ القرآن فهو أحسن، وإن لم يتيسر فإنه يقرأ من المصحف، والأجر في هذا مع النية الصالحة حاصل إن شاء الله في كلا الحالتين. وأما أمور الآخرة الله أعلم بها، وجاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا يدل على أن أجره ومكانته في الجنة تكون على قدر حفظه للقرآن والعمل به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال مطول بعد الشيخ صالح، ملخصه أنها تسأل كيف تكون الأنثى آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر؟ تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر في حدود استطاعتها ومقدرتها. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، هذا عام للرجال والنساء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمرأة يجب عليها أن تأمر أولادها ومن في بيتها، يجب عليها أن تأمر وتنهى، بل لها السلطة في ذلك، ولها أن تضرب أولادها على الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، تضربهم إذا تركوا واجبا أو فعلوا محرما من أجل تربيتهم، ويكون هذا الضرب ضربا غير مبرح يحصل به المقصود ولا يضر الأولاد، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وكذلك إذا سنحت لها فرصة خارج بيتها مع زميلاتها أو مع أخواتها المسلمات ورأت منهن منكرا، فإنها تنكر عليهن بما تقدر عليه من المراتب الثلاث، إن كانت لها سلطة فإنها تنكر المنكر بيدها، وإن كان ليس لها سلطة فإنها تنكر المنكر بلسانها، وإذا لم تستطع باللسان فإنها تنكره بقلبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول نحن جماعة المصلى وكل واحدة منا تحضر موضوعا لتلقيه على الطالبات في وقت الفسحة، ولكن عندما أعد موضوعا وأريد إلقاءه لا أستطيع ولا أدري ما السبب في ذلك، فارشدوني جزاكم الله خيرا. ربما يكون السبب في ذلك الخجل، فحاولي ويزول إن شاء الله، يزول الخجل، وإذا لم تستطيعي وقد أعددت الكلمة أو النصيحة فتوكلين من يقرأها على الحاضرات، والتوكيل في هذا يحصل به المقصود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أطلب من فضيلتكم إرشادي إلى بعض الكتب التي تفيدني في الموضوع الذي أسرف. الكتب كثيرة ولله الحمد ومفيدة، وأعظم الكتب وأنفعها وأجمعها للخير هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الكتب المتخصصة بمواضيع الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله من السنة رياض الصالحين للإمام النووي، كذلك كتاب الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، كذلك كتاب الترغيب والترهيب، هذه كتب من السنة تصلح للداعية إلى الله بأن يطلع عليها ويأخذ منها الأدلة في موعظته ونصيحته وتوجيهاته. والصحيحان صحيح البخاري ومسلم أيضا حافلان بالحديث الصحيحة في المواضيع المطلوبة للمسلمين، كذلك بقية كتب السنة، سنن الأربع، سند الإمام أحمد، كلها حافلة ولله الحمد، ولكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان على استعداد للرجوع إلى هذه الكتب والاستفادة منها، و
الإنسان المبتدئ يرجع إلى المختصرات مثل ما ذكرنا رياض الصالحين والأربعين النووية وشرحها، هذه المختصرات فيها خير كثير وهي كتب مقربة قريبة التناول لطلبة العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مصر باعثها أحد الأخوة يقول: أخوكم في الإسلام عبد الرحمن السيد أبو طالب، أخونا له قضية مطولة ملخصها أنه سمع من أحد طلبة العلم أن الشهود على عقد الزواج لا بد أن يكونوا من المصلين الملتزمين بتعاليم الإسلام، وحينئذ هو في قلق لأن الشهود على عقد نكاحه لم تتوفر فيهم تلكم الصفات، فبماذا توجهونه الآن جزاكم الله خيرا؟ يشترط في الشاهد سواء كان على عقد النكاح أو على غيره العدالة، العدالة يعني يكون محافظا على الفرائض ومتجنبا للمحرمات ومحافظا على الأخلاق الطيبة والمروءة الحسنة بعيدا عن السفاسف والرذائل، هذا بحسب الإمكان، هذا الشرط يكون بحسب الإمكان ويعتبر الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه، هذا من حيث القاعدة. وأما العقد الذي وقع وانتهى فالأصل فيه الصحة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يسألكم رأيكم شيخ صالح في الزوجة التي زوجها مسافر وقد ذهبت مع أخيها وأختها بزيارة أهل الزوج وأمه المريضة ولكن بدون علم زوجها المسافر. هذا يرجع إلى واقع الأمر، إذا كان زوجها لا يمنع من خروجها لزيارة أقاربها تعرف هذا من حاله وأنه لا يمنع فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تعرف من زوجها أنه يمنع أو منعها بالفعل من الخروج إنها لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه سواء كان حاضرا أو غائبا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين له سؤال ملخصه: إذا كان المسلم في حالة الذكر لله سبحانه وتعالى وأتاه شخص فكلمه وقطع الذكر ثم استأنف الذكر، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر ذلك إن شاء الله، خصوصا إذا كان الذي كلمه لحاجة فلا يؤثر هذا، أما إذا كان التكليم لغير حاجة فلا ينبغي قطع الذكر ولا ينبغي الإنسان أن يكلم إنسانا مشغولا بذكر الله عز وجل أو بتلاوة القرآن أو بحديث مع شخص آخر، لأن هذا من الآداب، وإنما الحاصل أنه لا بأس بذلك، ولكن الأولى أنه إذا كان تكليم المشتغل بذكر الله تكليمه ليس لأمر ضروري أو لأمر ملح فالأولى عدم تكليمه وتمكينه من مواصلة ذكر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.